نعم، هنا سؤال قال: ما حكم استعمال شكل قوس المطر بعد أن اتخذه الشواذ شعارا؟ طبعا قوس المطر ما يسمى بقوس قزح، وأخونا تحفظ، والحديث الذي ينهى عن تسميته بقوس قزح لا يثبت ولا يصح. الأمر الآخر أن هذه الألوان، القاعدة أن الشيء إذا كان مباحا فاستخدمه غيرك بالباطل فتبتعد عن المباح حتى لا تروج هذا الباطل، وهي ما تسمى بسد الذرائع. فمثلا عندما كان الصحابة يخاطبون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: راعنا، أينظر إلى أمورنا، راعنا. فإذا باليهود عندهم هذه الكلمة معناها الأذل الخسيس، فكانوا يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: راعنا، ثم يضحكون، يعني يسبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الحديث بعض أهل العلم يضعف، ولكن المعنى الذي نريده وهو: فنزل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. لما؟ لأن هذه الكلمة المباحة استخدمها اليهود في معنى باطل. فإذا الشيء المباح الذي يستخدم من غيرك بالباطل فأنت تهجره. فشعار المثليين الذين يطالبون بزواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، على حساب تقولوا مش لاقيين نجاح، رايح الرجل على المرأة على المرأة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبالتالي استخدموا هذه الألوان، وبالتالي نحن لا نستخدمها، لا أن في استخدامها في الأصل هو حرام، وإنما لكي لا يكون هناك ترويج إلى الباطل الذي عندهم. هذا الألوان مجتمعة، أما إذا استخدمت لون أزرق لوحده في ثياب، أو لون أحمر مدرى زهر أبصر إيش كل لوحده، فهذا إيش لا حرج. شعارهم هو اجتماع هذه الألوان، اجتماع هذه الألوان.